السفر والأمر من ساعة صدر والفكر للرحلة حاضر واقلع بنا طيارها في جوها ودنا نحوم بين السماء وبين الغيوم عند القمر حول النجوم ومرافقين أحرارها يا هاجس في حان السفر والأمر من ساعة صدر والفكر للرحلة حاضر واقلع بنا طيارها في جوها ودنا نحوم بين السماء وبين الغيوم عند القمر حول النجوم ومرافقين أحرارها ومن فوق من سطح القمر ولا جاذبية ولا مطر الراس بالجز له آمر وانا رهين أفكارها الرقاب شعري فوقي فوق واسوق جز له سوقي سوق واقدح على كل الطرق واعزف طرب عوتارها وان صار في راسي انزعاج جتني قوا فيها ازدواج من عد ما هي من هامات ما تعتزي بعذارها في ديرتي حان الكلام ارض القمر وارض السلام سلام يا سينا سلام يدرها وانوارها دار المعزة والشموخ بالعز ما ترضى الرضوخ اطفالها هيبة شيوخ والجود رمز كبارها سين الرجولة والرجال سين البحر سين الجبال جنوبها ويا الشمال اسهولها ووعارها هاي 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 القلب عنها ما سالا فالعين هي كل الحالة حازت على كل الغلا تبشر بجزل اشعارها هاي سين الرجولة والرجال سين البحر سين الجبال جنوبها ويا الشمال اسهولها ووعارها في حب سينا عنصري فيها كبيرة واصيري ومن دون دم وقاصري فقد جميع اطارها كل القبائل لابتي فيهم تعلت هامتي وقت الشدايد عزوتي توفي بكل ادوارها سين الرجولة والرجال سين البحر سين الجبال جنوبها ويا الشمال اسهولها ووعارها اهل الرجولة والهمم بالمجد هم فوق القمم سده على كل الامم يدري بها من زارها سين الرجولة والرجال سين البحر سين الجبال جنوبها ويا الشمال اسهولها ووعارها يا الشيخ عايز تصدق بالله على الملا غير احبس شوف من بالله محفوظ لما تجيني غير احبس علي الصلاة غير احبس علي الصلاة الوحد شوف الله الوحد يا سعر فينا مع الملا غير احبس واعترف عليك جليل طرقت للحمل الثقيل انا اشهد رجالك جليل متصدرين باخبارها يا الشيخ عارف يا الزعيم عظيم فالموقف عظيم تثور في وجه اللائم تقف بوجه اشرارها هاي 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 يا ابو اعترف عليك جليل تركت للحمل الثقيل انا اشهد رجالك جليل متصدرين باخبارها